انا موت عبد الرحيم الويراري هم وكلي واللي تعدوا عليه واللي تكرفسوا عليه. هاد السيد اللي قتل لي ولدي كان معاهم، انا اللي فكيته، انا كان كيفك بالعاني شويه قال لي غنخشي فيك جنويه من خرجها لك من كرشك حتى لظهرك. ها هو بقى نفذ هاد الشيء ديالو. هذا ولد سيدي عمر وكيعمر في البلوك، معمر معاه هذا اللي ضربوا لي ولدي وتعدوا عليه وتكرفصوا عليه. انا وليدي تشويت فيه، انا بغيت حقي، بغيت نشوف وليدي اللي ضاع ليا وما كيتضارب مع حد، ما كيتخاصم مع حد، صابر في حقه، معدين عليه، مكرفسين على ولدي، مكرفسين على وليدي. والله يا ربي، والله يا ربي تاخذ لي حقي. وهذا عجبو غلدو، وهذا عجبو غلدو، وحاقرينو وحاقرين لي ولدي ووليدي. انا كنت كاريه ليها وليدي. انت كاريه لهذا السيد؟ كان ولدي كاريه لي عند واحد المراه. أيه كاريه لي عند واحد المراه، تعيطت عليا مولات الدار قالت لي تعالي راه ولدك مضارب، راه مضارب، راه باغي يتضارب. راه بدا ملي مشيت، ملي مشيت بغى عري غادي عتجاه هذاك الدري وقال فك، شد ليه الموس وضربوا الوجه، ضربوا الوجه، شرطوا ليه، ضربوا اللي قاعد يده. هذا اللي باقي ما قاتلش، هذا واحد اخر اللي قتل، هذا واحد اخر. هذا كيفك، كيفك هذا اللي ساكن في سيدي عمر تيفك زعما شويه من اللي جا. هذا اللي قتلو من اللي جا قال لي امي هذا راه ساكن في سيدي عمر وكيعمر هنايا مع الدراري هنا في البلوك. سمعتي وتحلف عليه قال لي شوف انا راه كاع ما نعقل عليك، انا راه قدامي انا ربي شاهد عليا. قال لي نهز الموس ونخشيه لك من كرشك ونخرجه لك لظهرك. وكيفكوا فيه نيت الجيران قالوا لي سير في حالك بعيد منه، لواحد المراه كتفك فيه. وقال لا سيري وليدي انا واقفه في الباب ومسقيه لوليدي الكسكسو قاعد يلا غادي يتغدى. مشى قال لي امي انا غنجيب على الكار وندخل في حالي للدار. قلت ليه واخا وليدي بقيت نتسنى فيه غادي يمشي يجيب على الكار وتجيني مضروب. جايني تيعيط عليا امي امي. قلت لي تماك وليدي طاح طاح دم الصالون الدمايا دايزه كتشرشر. جاي خوه، جاي خوه هازته هو جنويه باغي يضربو. خو هذا اللي قتل، خو القاتل تا هو قال لك بغا يضرب. كان مع غوت نقول لي يا عباد الله واش ولدي طايح ميت وباغي تزيدو انت. والدراري ولاو تيقول لي تا مولد الصالون سير في حالاتك تا سير. كيقولوا شدوها وليدي سلم راسو. مسخوط الوالدين، مسخوط الوالدين، كيصوت امو، كيهرس لمو المعن، كيدقدق لمو، كيصوتها. وانا باغا حق وليدي، وانا باغا حق ولدي راني ضعت فيه، وراه وليدي دروش، وراه ما كيتضاربش، راه كيسمح في حقه. وا عباد الله، وا عباد الله. انا قتل ويراري عبد الرحيم، انا كنت في داري، عيطت لي ماما، قالت لي اخوك راه طايح فيه الموت، هادشي قبل بلاتي قبل بعدا فات نهار ثلاث ولا الاربع. عيطت لي قالت لي اخوك راه فيه الموت، حك الضربه ديتو السبيطار، خيط ليه وجهه صباعه هنا في واحد العضه، الدريه اللي عضاتك راك ولاد البلوك، ضربوه، ضربوه على مستوى اليد، على مستوى الحنك، على مستوى هنايا. ومشيت اخويا ومشيت خيطت ليه وقديت ليه المسائل ومشيت عند المخزن وقيدت اخويا وقلت لهم خذوا لي حقي خوتي لا داروا شي حاجه، انا اللي كنجي عندكم وانا اللي كنديهم الحبس. كانوا شي جوج ولا ثلاثه ضربوه على المستوى الوجه واليد، قطعوا ليه الصباع وضربوه في اليد بموس كامل خطو، موس ديال الخضره. لا هذه في الاول، هذه نهار ديال ثلاث ولا الاربع راني ما عاقلاش دابا. ومشيت عندهم اخويا وقلت لهم خذوا لي حق خويا. المهم انا نقول لكم هذا بعدايا اللي قتلو كان معاهم، كان معاهم نهار ثلاث. قال لي الشهاد وضربوك عاب موس حنكوك، وهادي انا غنخشيها لك من هن ونخرجها لك من هن. قال لي انا غنقتلك ونفذها نهار الجمعه يا خوتي.
نهار الجمعه انا عسامه بيا ما عليا عيطات لي اختي مع هذيك الربعه الربعه ونص كتقولي لي كتقول لي عتقيني كتقولي عتقيني لا هي ما عيطات لي حتى الربعه كتقولي يا اختي عتقيني راه خوك طايح انا ما عرفت ما ندير انا الطلب ديالي ياخذوا لي حقي كنستنكروا هذا العمل الاجرامي اللي وقع لهذا السيد المشضحيه ديالو عبد الرحيم الويراري اللي هو انسان كان في الدرب ومسكين هو راه مريض نفسيا ولكن ما كيتعداش على الناس صراحه انا كلمه نشهد بها ما كيتعداش وما كيبغيش الناس مساكين يتبلاو كان واحد انسان طيب صراحه وهذا المشكل ديال اليوم اللي حنا كنستنكروا ان هاد الناس تعدوا عليه نهار الثلاث ولا الاربعاء على حساب التصريح ديال الوالده ديالو وهذا الشخص اللي قام بهذه الجريمه هذه كان حاضر معهم وكان توعدوا وهدوا انه غينتقم منه وهذا الشيء اللي دار ها هو اللي قالوا ها هو داروا ومن هذا المنبر فاننا كنستنكروا هذا العمل الاجرامي اللي وقع لهذا السيد هذا وكنستنكروا عدم التعامل ايجابي ديال الشرطه مع الشكايه ديال عبد الرحمن الوراري نهار خداو الشكايه ديال المباشره.